اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الخارجية السابق جون كيري وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس بيرفي خالفا قانون لوغان ودعا إلى التصرف بشدة في هذا الموضوع. السيناتور مورفي اجتمع إلى الإيرانيين، هل هذه واقعة؟ شاهدت ذلك وأنا في طريقي إلى هنا، هل يجب أن أعلم بأمر ما؟ يبدو الأمر لي وكأنه خرق لقانون لوغان. يعاقب القانون الأمريكي أي مواطن يتصل بحكومة أجنبية بدون إذن الحكومة الأمريكية لو كان هدفه التأثير على تصرفات هذه الحكومة وموظفيها خلال نزاع مع الولايات المتحدة أو بغرض إحباط مساعي الحكومة الأمريكية. يشير ترامب هنا إلى لقاء جون كيري منذ سنتين مع وزير خارجية إيران جواد ظريف واجتماع السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي مع ظريف منذ أيام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. لا نعرف ماذا قالوا، لكن أقول لهم إنكم ستتخطون الضغط إلى ما بعد ترامب ويأتي رئيس ديمقراطي ويلتزم بالاتفاق النووي، فهذه رسالة تستهدف إفشال سياسة إدارة ترامب. الأهم أن الرئيس الأمريكي اعتبر أن مساعي كيري وميرفي تمنع التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإدارة ترامب فرضت عقوبات على إيران وتسعى إلى عزلها دوليا وكشف تصرفاتها، وتريد بذلك الضغط على إيران وإجبارها على التفاوض. هناك إمكانية جيدة أن تقتنع إيران بالمجيء إلى المفاوضات قبل نهاية العام، خصوصا لو تابعت أوروبا الاقتراب من موقف إدارة ترامب. اعتبر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن إيران مسؤولة عن مقتل آلاف الأمريكيين وتدعم التنظيمات الإرهابية، واعتبر ميرفي أن من الخطورة عدم التحدث إلى الأعداء، وهذا ما يعترض عليه ترامب. في الغنم العربية واشنطن.